السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكرام، أنا سالم من جديد معكم يا محمد، فيديو جديد في فيديوهات كونكور داين المميزة. في البداية متنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس يا جماعة. والنهاردة هنتكلم شوية تفاصيل برضو مهمة جدا بخصوص أرشيف الدراجون وير. طبعا أنا اتكلمت في الفيديو اللي فات، هتلاقي في الوصف برضو، هتلاقي روابط مهمة جدا في الوصف، بس أنا هجيلكم في الكلام. يعني اتكلمت عن البروجرس أو البلس بتاع الارشيف، وعارف ان كل التفاصيل مهمه، تقدر تتابع الفيديو في الوصف. وطبعا ما تنساش تتابعنا على التليجرام يا جماعه لمعرفه كل جديد في عالم كونكور اونلاين. بننزل فيديوهات كتيره جدا، بننزل كل التفاصيل المهمه، لو في ثغرات ان شاء الله تعالى هنزلها. وكمان تتابعنا على سيرفر الديسكورد، عايزين نكبر اكبر كوميونتي في كونكور اونلاين يا جماعه، عشان نقدر ان احنا كمان لما تنزل كونكور كلاسيك نقدر ان احنا نكتسح الطريق باذن الله تعالى فيها. فيلا بينا نعرف شوية تفاصيل مهمة جدا عن اسكلات الدراجون وورير. طيب نبدأ كده. أول حاجة بأول سكيل يا جماعة، ده شكل سكيل أيكون، طبعا ملناش دعوة بالأسامي لأن ده في كونكر الصيني. نختار أول حاجة ليفل واحد ونقارنه بليفل لغاية على ليفل كام، لغاية ليفل 20. تمام، أعلى ليفل من واحد لغاية ليفل 20. من أول واحد يا جماعة كده بيقول لك إن هو بيعمل لك ديل دامج 95% ب 11 في 3، يعني الاماكن في الاريا يعني بيعمل لك على مساحه كبيره جدا. حلو خالص، 300% في الوحوش. طبعا بتزيد يا جماعه الضربه، بس طبعا بتزيد هي 5%. يعني انت كل ما انت مثلا بيبقى فيه في الحاله اسمها ويندرينج دراجون، بتزيد الضربه 5%، 5% من قوه الضرب، تمام، لمدة 15 سنة. يعني فمن ازاي بياخد 15 نقطة من الاستمانة. طيب هنا بقى لما يبقى ليفل 20 هتديني كام بقى يا معلم؟ هقول لك بقى، هتبقى 20% قوة الضرب بدل ايه 15% زي اللي فوق، تخيل انت. وطبعا الديل دامج يا جماعة هيزيد، هيبقى 120%. فحلو خالص، يعني هنا بدل 120% كان اول حاجة 95، هنا 120%، فمش وحش برضه. هنا دراجون هارد اللي هو قلب التنين بيقول لك هنا بيعمل لك دامج 10%، 20% للوحوش، بيعمل لك 10% بوينتس ريكفري فيزيكال سترينس. طيب معلش احنا ايه، نحاول نترجمها بالعربي برضه عشان نقدر احنا ما نتلخبطش بشكل كويس. واستعاد 10 نقاط من القوة البدنية بعد اطلاقه. 10 نقاط من القوة البدنية، يا اما قصد على الديفنس يا اما قصد على الدم، حاجه من الاثنين دول. بس انا بقول لكم يا جماعه، هنا ده الفيديو احنا كده ايه بتسالي، يعني مش اللي هو التاكيد. ان شاء الله طبعا لما بينزل في انجليزي بيبقى الكلام مختلف تماما، اقسم بالله تاني يعني. طيب حتى اسامي الاسكيلات بتبقى مفهومه يعني. هنا شكل الايكون ده دراجون ترانسفورميشن، تمام، ده شكل الايكون. بتعمل ايه يا معلم؟ بص بقى، بعد ما تستخدم الاسكيل بتبقى في حاله الدراجون، تمام. بيقول لك هنا نورمال اتاك اند سويتش سكيلز، يعني بيبقى ضربة عادية وبيغير السكيلات. وأول 3 ضربات ذا دامج ريسيفد فور ذا فيري سيرد تايم، أو أنت ولما أنت بتاخد أول 3 ضربات عموما الدمج بيقل 30%. حلو خالص والله، دي سكيل ديفنس يا جماعة، دي سكيل ديفنس، حلو جدا مش وحش، دي سكيل ديفنس. ده هنا بيقول لك ايه، لا ركز، ده بيقول لك ان انت ما تقدرش ان انت تستخدم الهجمات العاديه ومهارات التبديل، يعني انت بالاخر انت بتاخد لك بس ضرر. الله، يعني انا هستخدم السكيل دي عشان خاطر بس ان انا اخد الديفنس يعني وما اموتش يعني؟ طب ازاي يعني، ازاي انا ما اعملش هجمات عاديه؟ هجمات عاديه قصدك باليدين، مهارات التبديل دي اللي هي قصده السكيلات؟ انت بتهزر، انت بتهزر ولا ايه؟ لا ده انت كده بتهزر والله العظيم بجد. لا انت ايه اللي بتعمله ده يعني؟ ده ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده ايه سكيل مش لسه بشوفهم قوي يا اخوانا؟ ان انا مثلا لما استخدم السكيل دي ما اقدرش استخدم الهجمات العاديه، وان انا اخد بس 3 ضربات وتقل بنسبه 50%؟ انت بتهزر. بس هنا بيقول لك ان هنا بتسبب ضرر 68% للاعداء على مسار الشحن ونقطه الهدف، يعني هي بترجع الضربه ليه، انت فاهمني ازاي بترجع الضربه ليه؟ حلو، يعني ده لو بقيت مثلا مستوى 20 هتبقى مثلا ب70% النسبة تقل. حلو خالص، دي سكيل ديفنس قوية جدا على فكرة. لا حلو جدا، بس انا الحتة اللي هي اللي ضايقتني بجد ان انا مقدرش ان انا اعمل
اي هجمات عموما يعني. بس هنا بقى يا معلم احلى حاجه فيها ان هنا الحق اتضرب بنسبه 100% بالاعداء على مسار الشحن. اه الله العظيم انا خايف ان دي تكون سكيل اللي هي شبه الفاست بليد اللي هي بتضرب دي، بتبقى طويله كده فاهمني ازاي؟ والله انا خايف تكون هي مشكله. طب اقول لكم حاجه، اقول لكم حاجه، طيب احنا نسهلها على نفسينا، ليه نصعبها؟ نسهلها على نفسينا، خلينا احنا نتسلى كده ونسهلها على نفسينا. تعال هات كده يا عم الحاج الارشيف، احنا دلوقتي تشوف شكل الارشيف، شوف شكل السكيلات ونفهم اكتر. احنا لسه حاليا في سكيلات دراجون، تمام؟ حلو خالص. ادي سكيلت، احنا اول حاجه كده السكيله دي اهي، دي شكلها يا جماعه. طب لازم نقفل من تحتها كده اهو قبل ما بتجمع. معلش هي بتجمع، لا ما تهزرش اهو. دي سكيلت الدراجون يا جماعه اللي هو دي، هتركم عليها تمام. دي حلو الرينج بتاعها عالي. هنا ضرب، هنا القلب التنين دي هنا اهو زي ما قلت لكم، دي سكيلة ليك انت بتساعدك يعني. طيب ودي سكيلة اللي هو الدراجون، اه دي سكيلة ديفنس. طول ما هي بالمنظر دي سكيلة ديفنس. هنا بقى يا جماعة اقوى سكيلة بجد اللي هي تقريبا دي ايرون فيست، هنشوفها دلوقتي اهو اهو. هي دي السكيلة يا جماعة اللي بقول لكم عليها، دي بقى اقوى سكيلة. ليه؟ لان دي اللي بتضرب، لو هتشوف فيديوهات برضو في الوصف اللي هي تضرب ضربات سريعه، الميلي بتاعه سريع جدا، السرعه الضربه سريعه جدا. طيب هنا بيعمل لك دامج 30% و42% على الوحوش، وممكن بقى السكيل هو تشانس فور بيسك اتاك. بيسك اتاك يا جماعه ان بيبقى في حاله معينه بتبقى عامله زي ايه؟ زي السكابتر. مش ممكن تضرب بالسكابتر مثلا بعد تشوف الدروجن كام ضربه كده، هو مره واحده تظهر ضربه كده سريعه جدا وتلاقي الاكونت مره واحده جاله زي سكيلت السرعه كده، هي نفس الفكره تمام. وبيعمل لك بقى الدمج بيعلى ساعتها، حلو خالص. الدمج بيعلى 900% على الوحوش و245% بيزك اتاك، يعني ممكن ضرر يعني من الاخر كده هيجيب ون هيت، ده كده كده هيجيب ون هيت. بس دي بتشتغل بعد ليفل 3، خلي بالك ليفل 3 تمام. ليفل 20 بقى هنا برضه هي 900% وحوش مع الاسف، 62% دمج. بس هنا نسبه النورمال اتاك بقت 42%، يعني هنا كانت كام في المية؟ 33 مثلا، ده ليفل 4، هنا بقت 42. ده منظرها يا جماعه تمام. حلو خالص كده احنا خلصنا اول ارشيف، نخش بقى في الثاني. هيد ذا ووتر 3000 ضربه ال 3000. طيب دي شكلها، وريني كده شكلها ازاي. ايه دي اهو، بس ممكن تكون ده، لا مش ده برضو، دي سكيلة هنا مش موجودة. ايه ده، دي سكيلة مش موجودة يا جماعة لسه. باسيف سكيل، باسيف سكيل ماشي، باسيف سكيل ما حلو خالص. يعني سكيلة ما مش بتضربها بايدك يعني، انت بالعكس دي ما هو كله باسيف سكيل. ايه الجديد ده؟ ايه برضو باسيف سكيل، اكتيف سكيل دي انت تقدر تضربها بايدك. يبقى الباسيف دي اللي هي بتشتغل تلقائي، والاكتيف دي اللي انت بتضربها بايدك. حلو خالص. طب ايه الباسيف دي بتعمل؟ ليفل واحد على فكره برضه يا جماعه، عشان معلش يعني سامحين سامحوني يعني الفزلوك اللي هيطلع ويقول لي انت ايه اللي بتعمله ده، ولا ايه الترجمه دي، ولا ايه غيره. احنا بندردش، احنا بنشوف الاسكلات، بنعرف التفاصيل وهكذا مش اكتر، بنعرف التفاصيل والشكل ايه اللي بيحصل. طيب بيقول لك هنا بيعمل دامج 25% فرصة تمام، و25% برضو لوحوش. بيبقى في حالة كده بتأهل ليها يا جماعة، بيديك دمج أعلى، بيديك سبيد أعلى اللي هو. طب هي سكيل مش وحشة جدا، إن هي برضو بتديك سرعة 30% و جنرال أتاك وحوارات، يعني ما شاء الله عليها ضربتها كتيرة جدا جدا، وسرعة وحوارات حلو خالص. مش عارف أنا حاسس إن دي هتكون هي الضربة اللي بتكلم عليها بتاعت الملي، مش عارف انا احترت بصراحة. عموما لسه هنعرف اكتر. طيب ده سكيل بقى اكتف بس في سكيل ماشي، دي بتعمل ايه يا معلم؟ برضه 20% دامج، 20% دامج في الوحوش، وكمان اللي هو استنى كده ورينا هنا، دي ده يطلع فوق شوية اهو.
ستزداد نسبة التهرب من الشخص نفسه بنسبة 6.5%. يعني ايه قصدك سرعة يعني؟ ما كده سرعة معناها برضه. طيب والله يا جماعة احنا أفضل حاجة ان احنا نستنى في انجليزي برضه، بس ايه اهو بنحاول يعني بنحاول. دي اكتف سكيل، اكتف سكيل. طيب ايه بتعمل؟ آه كذا كذا كذا. فرصة لكم بلف 10 مربع في اتجاه الموس سيتم دفع إدارة أثناء التخرج، سيتم استعادة طبقة من الأجنحة المرفوعة. ايه ده؟ ايه الأجنحة؟ أجنحة 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 يا عم الحاج. طيب تاني، بص احنا لو خدناها نو دمج ويل بي تيكن، احنا لو خدنا الجزء المهم ده ان مش هيبقى فيه اي دمج، مش هتاخد اي دمج، مش هيأثر فيك اي دمج لما بتكون في الحالة دي. يعني انت مثلا لما بتكون مثلا عامل حاجة زي الدرع كده اهو، لما بتشتغل لمدة 8 ثواني ما تقدرش حد يصيبك، محدش يقدر يطلع عليك رقم. طيب اسكيلا بتاعت سكاي روكت، طيب دي اكيد هي هنا اهو اللي هي دي. فدي بتعمل ايه؟ بقول لك هنا بنسبة 1% ديلينج دامج بيبقى بنفس يعني الضربة. وريني كده برضو ايه الحكاية، انا شغال الله العظيم. انا برضو اتاك على فكرة مش مفهومة برضو مشكلة يا جماعة، اقسم بالله ان هو في الصين يعني الترجمة مختلفة تماما، ده في تعوق هنا. ليون ميجاترون، طب شوف الاسم الغريب ده ليه ميجاترون. طيب هنا ليه ميجاترون دي بس في سكيل اعتقد ان هي اللي هنا دي اهو ليه ميجاترون دي بتعمل ايه؟ اه دي من الاخر كده يا جماعه بتعمل لك كول داون للسكيلات. هي في سكيلات فيها كول داون؟ بتهزر، في سكيلات فيها كول داون؟ تباطؤ. لو احنا خدنا كلمة تباطؤ دي يا جماعة يمكن قصده ان هو بيبطئ حركة الاكونت، ما دي معناها كده يعني دي بتعملش اي حاجة اصلا زي ما انتم شايفين، يعني قصده ممكن يكون بيبطئ حركة الاكونت اللي قدامك. طيب ماشي اللي بعده، باسف سكيل. باسف سكيل انا بيعجبني، بص على فكرة كلها نفس الدمجات يا جماعة، كلها نفس الدمج ما بتأثرش، كنت حاسس ان كلهم قريبين من بعض. يعني ليفل واحد 3% دمج تأثير و10% على الوحوش، تمام، وبرضه هتزيد الضربة 10% زيادة كل 10 ثواني، يعني لمدة 10 ثواني. لو ليفل 20 الضربة تبقى 50%، وطبعا هتزيد برضه 10% لمدة 10 ثواني، دي ما بتتغيرش يا جماعة. All powerful هي بقى فيها الحلوة دي بقى، هنا في بنسبة 1% ان هي بتأثر بتعمل دامج. بقول لك هنا بتعمل لك صدمة اديت وان لاير تشوكينج كذا كذا كذا. حلوة دي، حلوة دي على بعد 14 خطوة يا جماعة. هنا بيقول لك ان التيم بتاعك انت بنفسك او التيم بتاعك بيزودك 5% نورمال اتاك دامج ل10 ثواني، ولو خطوتين 10% دامج اند نورمال اتاك. لو 3 خطوات استنى كده اللاير زي ما الله عشان ما تلخبطش برضه عشان دماغي ما تلفش انا. كذا طبقات، دي مش حركة دي طبقات اللايرز، ما انا بقول اللايرز معروف اصلي يبقى كلها معنى تاني في الصيني. حلو خالص، يعني هي دي بتزودك كل شوية، بتزودك مميزات في الاتاك، مميزات في الدامج. حلو خالص، يعني مش وحش جدا 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 على فكرة، الفكرة دي حلوة جدا، يعني السكيل دي حلوة جدا تمام. بس انا عايز اعرف دي بتشتغل تلقائي؟ اعتقد تلقائي لان هي بس في سكيل، يعني حتى هي ملهاش اي شكل هنا. حلو، هي ملهاش اي شكل نهائي خالص. طيب حلو خالص، دي تقريبا سكيل زي ما احنا قلنا للتيم. ماشي، سكيل اللي بعديها لينز رور. ماشي لينز رور، مش هنا ولا هنا ولا هنا، دي سكيلة مش موجودة بس دي تشتغل بعد ليفل 10. بص بقى دي بيعمل هنا يا جماعة دمج 50%، حلو خالص، 300% للوحوش، كمان بيزود لك من السترينس 5 نقاط، حلو خالص جدا. بيقول لك هنا كمان اتش بوينت اوف كومبات باور ديفرنس ريديوس، ده الاحتمال اللي هو يقلل
هيوريني هنا اهو. اهداء الشالة لمدة 5 ثواني تهدية 18 ثانية. المشكلة بقى بص، اهي دي بقى سكيلة حلوة. دي سكيلة بقى يا جماعة بتعمل استن للشخصية، بتعمل استن للشخصية زي ما هي مكتوبة هنا. فين ايه راحت فين؟ اهو شلل لمدة 4 ثواني. بس شلل ليك انت ولا شلل الشخصية اللي قدامك؟ بس كـ4 ثواني وواحد سريع، دي مش وحشة، دي مش وحشة. بس هي هنا بقى، هنا نفس الثواني، هي دي ما بتقلش، نفس الثواني اللي بتزيد ولا بتقل، تمام؟ فإن أنت تعمل استن لواحد 4 ثواني، وغير كمان اللي هي اللي كان فيه سكيل اللي هو دراجون وورير يا جماعة، اللي هو الناس فاكرينها اللي هو كان بيرفعه في الهواء وراح بعد كده ضرب فاصلتين ولا حاجة. بس السكيل اللي رفعه في الهواء دي أتوقع إن هي هتنفع أكتر في حوار الميلي، يعني لسه موجود لحد دلوقتي والله العظيم بجد، هتنفع جامد في حوار الميلي على فكرة، هتنفع بجد بجد. لأن أنت لما تاجي الفكرة كلها إن أنت لما تاجي، لما أنت تاجي اللهم صل على النبي، اسكيلت الاسطنات مع الميلي مع الكلام ده كله يعني هيفرق. بس يا جماعة لسه احنا برضه يا جماعة، عشان الناس كلها بتسألني الدراجون وورير مش عارف ايه مش عارف ايه، يا جماعة لسه احنا ما نعرفش التفاصيل اقسم بالله. يعني ده الواحد بيطبش، الواحد بيطبش. يعني انا بحاول اجمع اي فكرة، الفكرة كلها ان في الصيني عن الانجليزي كلام كتير بيفرق، كلام كتير بيفرق بجد. فان شاء الله تعالى يعني نحاول نكون وصلنا كم معلومة بالفيديوهات دي. بس انا عارف لسه في ناس كتير مش فاهمها، وانا في لحد دلوقتي في حاجات كتير جدا مش فاهمها في الارشيف. بس طبعا مع التجربه باذن الله تعالى ونقدر نعرف السكيلات ونقدر نعرف كل حاجه. كان معكم يا محمد من قناه وين كونكر، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف طولت عليكم يا جماعه، بس اقسم بالله انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احاول اجيب اي تفاصيل. احنا دلوقتي اللي فهمناه ان في سكيلات قويه جدا للميلي، سكيلات قويه جدا برضو للتيم بي كي، وسكيلة برضو ان هي بتعمل شلل للاكونت اللي هو اللي قدامك، يعني اللي هي استن بمعنى اصح وغيره. بس لسه تفاصيل اكتر دي هنعرفها مع الوقت. في سكيلات يا جماعه هنا كمان اكتشفتها ان هي موجوده اكتف سكيل، بس مش موجوده هنا اهو، يعني شكلها مش موجوده هنا اهو. حتى دي برضو ما شفتهاش، او يكون شفتها بس انا مركزتش في الشكل بتاعها، تمام؟ فتفاصيل اكتر هنعرفها باذن الله تعالى بس لما ينزل في كونكر الصيني، او على الاقل يعني ما يعني اي حد يقدر يعمل، لو قدرنا نعمل ننزل في سيرفر تجريبي او غيره او غيره ساعتها هيفرق برضه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.